كيفكم يا حلوين؟ عساكم بخير وعافية. رجعنا لكم فيديو جديد من لعبة روبلوكس. اليوم يا عبالي جبت لكم جميع أكواد روبلوكس في 2021. سكنات كثير حلوة ومجانا. قبل لا نبلش بالفيديو خلينا نكتب الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نفس الوقت يا حلوين حطوا لايك لهذا المقطع، وإذا كنتم جديد على القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل حتى يوصلكم كل جديد. يا حباب ما بقى نسي على 50,000 وردة، فهمتكم وصول ال 50,000 وردة حتى نعمل مسابقات كثير حلوة. بس خليكم مع الفيديو وأحبكم كثير كثير. حبايبي كيف تضيفون الاكواد؟ بتروح على هذا الرابط موجود باول تعليق مثبت، اوكي؟ بنقلكم الى جوجل كروم الى هذه الشاشه وبتضيف الاكواد. لازم تضيفوها في صوره صحيحه. حكتب لكم الاكواد على الشاشه حتى تكون واضحه عندكم. اصدقائي هذه الاكواد جديده وبعض الاكواد قديمه، فاذا كود يعني ما صار عندك فمعناها انه صلاحيته انتهت، اوكي؟ مش تجي وتكتب بالكومنتات نوبنت كذابه. انا جبت لك جميع اكواد 2021. هذا عندنا اول كود البارحه نزل يا اصدقاء اللي هو تبع النظاره، اوكي يا حلوين؟ فراح اكتب لكم جميع الاكواد في الشاشه، فقط تابع الفيديو من البدايه للنهايه حتى تضبط معاكم ان شاء الله جميع الاكواد. نضغط على بحث. هذا هو الماب يا اصدقاء، اول واحد. هذا صورة الماب وهذا اسم الماب، تأكدوا منه يا اصدقاء. بعدها بتدخلون للماب، تتحركون شوية في الماب وخلاص يا اصدقاء بيجيكم الاسكن. فقط تحركتوا هذه الحركة بيجوكم الاسكن. هذا هو الاسكن يا اصدقاء، هو تيشيرت وهذا الكتاب اللي على الراس يخلوه. ننتقل
ننتقل للماب اللي بعده. هذا هو اسم الماب يا حبايبي. نضغط على بحث ونختار الماب. هذا الماب اللي نمشى عليه. هذا شكل الماب وهذا صورة الماب. نفتح الماب وننتظر ليفتح عندنا. بعدها يا حلوين تتحركوا شوية في الماب وبعدها يجيكم السكين وبتخرجوا من الماب. فقط تتحركوا شوية في الماب يجيكم السكين وتخرجوا من الماب بس. وهذا هو السكين يا أصدقاء. هي قبعة كثير حلوة وفيها شعر مثل ما تشوفون، كثير كيوت القبعة وحلوة بعد. ننتقل للماب الثالث. هذا هو الماب يا أصدقاء. هذا اسم الماب. نضغط على بحث. بعدها بنشوف الماب. هذا هو الماب يا أصدقاء اللي مشى عليه. طبعا يا حبايبي هذا شكل الماب وهذا اسم الماب. حترككم مع الإشارة الموجودة بالفيديو. والآن يا أصدقاء خليكم مع كتابة الأكواد بصورة صحيحة. الفيديو حبايبي هاي مش جميع اكواد روبلوكس في 2021، لانه اذا عجبت جميع اكواد روبلوكس 2021 حيكون الفيديو كثير مطول. اذا تحبون اني اعمل لكم جزء ثاني عن اكواد روبلوكس 2021 بعمل لكم جزء ثاني. حبايبي هذه الاكواد اللي اعمل لكم جزء ثاني، الاكواد القديمه بقصد فيها، اوكي؟ واذا في اكواد جديده بعرضها معه. بس يا حلوين وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى استفدتوا من مقطع تشجيعكم وواجبتوا في امان الله، ومع السلامه.